هو عصفور يا ماما. شو هاد؟ هذا عصفور يا ماما. بس العصفور شو هاد؟ هذا عصفور، هذا عصفور ابو جناحات، ابو جناحات ومنقار، منقار عصفور. ايش بدك؟ شاب معك لعبة. ايه قلت لك عصفور، عصفور. اليوم بنتي كملت 3 سنين وشافت عصفور وسألتني ايش هذا؟ قلت لها هذا عصفور. سألتني هذا السؤال 20 مرة وجاوبت على هذا السؤال 20 مرة. كل ما كانت تسألني كنت أضحك أنا وياها ونقول بعض. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما كلاهما لا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.